وهو ده المهم. واحنا بنتكلم على اللي جاي لازم نبقى باصين ولادنا الصغيرين فين، حجم البطولات في الناشئين فين، لان هي دي القاعده بتاعت المستقبل. هم دول ابطال المواسم اللي جايه ان شاء الله، هم دول اللي هيحافظوا على قيمه بطولات النادي الاهلي. النادي يا استاذ ابراهيم عشان الناس تبقى فاهمه، بس انا ما كملتلكش الجزئيه دي. فلما روف كلمني قلت له روف يعني في اتجاه من المجلس ان الدعم الحقيقي للنادي هيكلفنا، قال اوكي. فكل ما نجيب لعيب يكلمني روف يقول لي انا مكسوف اطلب لعيب تاني، كلم الكابتن الخطيب. فبقى يحدف عليا، اكلم الكابتن الخطيب يقول لي معاك بعدين، معاك يا عم عادل، احنا تاخدونا واحده ورا الثانيه كده. كل مره تقول هو ده اللي هيظبط. الحقيقه لم يبخل مجلس الاداره باي دعم، وصرفنا مبالغ مبالغ محترمه عشان نبني فرق محترمه. فانا مبسوط جدا انك انت لما تاخد بالاسباب تحقق النتيجه، توصل لده. تكون النتيجه ايه بقى السنه دي؟ اللي بنهني الكابتن رؤوف عبد القادر واداره النشاط الرياضي وكل هذه الفرق الرياضيه البطله، لانه لما يبقى عندنا في كره السله على سبيل المثال الاهلي حقق في 2020 12 بطوله في كره السله. طبعا اجمل بطوله وامتع بطوله بطوله الدوري، الدوري المرتبط الاخير، وشفت الولاد اللي 16 سنه ودول نواه المستقبل الكبير للسله الاهلاويه ان شاء الله. على مستوى الفريق الاول للرجال الاهلي حقق هذه البطوله. على مستوى السيدات بقى الانسات فازوا باربع بطولات السنه دي، الناشئين بطولتين، الناشئات خمس بطولات، يعني خمسه ناشئات، اثنين ناشئين، اربعه البنات الفريق الاول، وبطوله للرجال في الفريق الاول. 12 بطوله في كره السله للاهلي في 2020. الكره الطايره بقى حدث ولا حرج. في الكره الطايره اللي حصلني كسرني، الاهلي في حته تانية خالص، حقق في خلال 2020 18 بطوله. بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني الفريق الاول حقق ثلاثيه، البنات في الفريق الاول جابوا بطولتين، الناشئين جابوا خمس بطولات، الناشئات جابوا ثمان بطولات. بصوا للحصاد، 18 بطوله للطايره الحمراء في 2020. طبعا كره القدم ثلاث بطولات، الثلاثيه السنه دي. الثلاثيه السنه دي في كرة القدم طبعا مسابقات قطاع الناشئين في كرة القدم ما كانش الموسم استكمل، كان الاتحاد السابق او اللجنة الخماسية وقفته عند الالغاء، وكان متصدر اكتر من مسابقة. كرة اليد بقى هي برضو في الالعاب الجماعية ما شاء الله 21 بطولة في كرة اليد. فريق الرجال والسيدات بطولاتهم في الفريق الاول لسه لم تستكمل، يعني الدوري الجديد بدأ للرجال والسيدات، لكن الموسم الماضي حتى الآن لم يحسم، ما زال معلق. كان فاضل ماتشين الزمالك والأهلي، كان الزمالك عنده فرصة أعلى، لكن الأهلي كان بينافس بقوة، لو كسب هياخده بالظبط. فدول اللقبين المجمدين حتى الآن. لكن على مستوى الناشئين في كرة اليد سبع بطولات للنادي الأهلي، في الناشئات 14 بطولة للنادي الأهلي، يعني 21 بطولة في الهاندبول، 12 بطولة في الباسكت، 18 بطولة في الطايرة. في أندية ممكن تقعد عمرها ما تجيبش ربع الكلام ده طوال تاريخها، بكلمكم على حصاد سنة واحدة في 2020. في ألعاب القوة أم الألعاب اللي لسه المهندس عادل اتكلم على أبطال المطرقة والجلة والقرص، 40 بطولة في كل الألعاب للنادي الأهلي. رجال وسيدات وناشئين وناشئات. رجال 20 وسيدات 20. في مختلف الاعمار بنتكلم في 40 بطوله للنادي الاهلي. الجمباز بقى حاجه، جمباز حدث ولا حرج. شوف انا عايز الجمباز، انت الجمباز كان في النادي الاهلي من كام سنه يعني مش على الخريطه قوي، لكن الاعتناء بقى بالجمباز والصاله الجديده والادوات الجديده، وهو حتى مع الوزير اشرف صبحي من السنه اللي فاتت لما راح افتتح وشاف هذه الامكانيات، كانت ارهاصه التطوير اللي هيحصل والطفره اللي هتحصل. 161 بطوله في الجمباز، لانه لو شفتوا الصاله يا جماعه اللي مجلس الاداره عملها وصمم على انه يستكملها بكل اجهزتها، دي المفرخه الحقيقيه. برضو دي الاخذ بالاسباب. انت هترجع تاني ان الجهد الاداري اللي ورا الجهد والنجاح الفني، ايوه لازم هتلاقي جهد اداري يعني مميز جدا، منظم جدا، بيخطط صح وما بيبخلش وبيحط اهداف ويوصل لها. 161 بطولة في الجمباز للنادي الأهلي. في تنس الطاولة 21 بطولة. في الكاراتيه 52 بطولة.
في التنس بطولة، في السباحة القصيرة 52 بطولة، في سباحة المياه المفتوحة 14 بطولة، وبطولة الغطس، في السباحة التوقيعية 6 بطولات، وفي كرة المية 3 بطولات، عشان يكون الإجمالي 455 بطولة للأهلي في 2020. لما نيجي نقول إن النادي الأهلي هو يعني مصنع الأبطال في مصر، ها ما هوش من فراغ، مش بنزايد على أو بنزكي أنفسنا، لا ده احنا بنقول واقع، بنعكس واقع. الناس يمكن مركزين على كرة القدم لكن مش شايفين الدور اللي بيلعبه النادي الأهلي على الساحة الرياضية. دي مفرخة الجمباز بقى. أيوة بصوا الإمكانيات اللي النادي بيوفرها، والشيء الرائع الحقيقة إنه معظم هذه الألعاب بنسبة تزيد عن 98% ولاد الأعضاء. أستاذ إبراهيم في مثل في الرياضة، يعطيني ملعبا أعطيك بطلا. أعطيك بطلا. وملعبا هنا يعني إيه؟ إمكانات، مش الملعب يعني بمعنى المحدد. وفر لي أجهزة ومدربين ومناخ وميزانية. خذ بالأسباب، اعمل اللي عليك، هتوصل للنتائج. ده شيء مؤكد في عالم الرياضة. كمان في كرة القدم عايز أقول لكم إنه خلال 2020، ما دمنا بنلم الورق بتاعنا، كل سنة وأنتم طيبين، في 2020 في كرة القدم في ثلاثية الأهلي الرائعة جدا، الأهلي سجل 81 هدف بنسبة 1.8 هدف في كل مباراة. بصوا النسبة مرتفعة إزاي، 1.8 هدف في كل مباراة. دخل مرماه 16 هدف فقط بواقع 37% هدف في كل مباراة، يعني تلت جون تقريبا في كل مباراة. ده إجمالي مباريات الأهلي في كرة القدم اللي جابت الثلاثية. بس ما جابتش الثلاثية بس، ده جابت لقب سقف فيه العالم كله للنادي الأهلي. لحظات فعلا الفخر والزهو بالأهلي، لأنه العالم كله صفق للأهلي وأسطورته. بعد الفاصل